صار لي مع الفريق، استلمت الفريق من شيء حوالي أربع سنين تقريبا، صرنا عم نشتغل مع بعضنا. عدد الفريق ببداية التحضير كنا يمكن 8 أو 9 لعيبة كانوا. طبعا نحن بجهود الشباب وبهمتهم العالية طبعا ونظلوا مواظبين على هذا الموضوع وبنشان يتجاوزوا الإصابة بصراحة والحالة النفسية، فنحن اشتغلنا معهم لحتى صار العدد 33. طبعا 33 بيكونوا هني بين بتر يد وبتر قدم. نحن بالنسبة لنا عندنا تمرينين عم نحجز حجوزات. الأساس بهذا الحكي طبعا هو ما في دعم لهذه الفئة أبدا. نحن بنتمنى أن بالنسبة لمباريات معنا مباريات، ما عم نلعب مباريات، نحن من كله تمرين. نحن بالنسبة لهذا الحكي بنتمنى نطلع مباريات خارجية، نطلع معسكر، نتمنى حدا من أي منظمة أي جمعية يكفل هدول الشباب مشان يستمروا بهاي اللعبة إن شاء الله ويتجاوزوا الإعاقة طبعا أكثر من هيك. طبعا نحن اللعيبة هدول في منهم المهندس، في منهم الدكتور، في منهم العامل، في منهم الحلاق، طبعا عندي عم يشتغلوا عدة مجالات بالإضافة للرياضة اللي بيطالعون من هذا الجو تمام. بعد إصابتي بخمس ست شهور تعرفت على الفريق وانضميت للفريق كرة القدم. في التدريبات أخيو رجعونا اللياقة ورجعونا أخيو، كنا فايتين بأول شيء بغيوبي بعد الإصابة وكذا ويأسانين، يعني ما لنا نفس إنه نطلع الشارع. فبعد ما انضمينا للفريق صار عنا روح رياضية، صار عنا يعني شيء نهتم فيه، يعني حتى وقت نجي عم نلعب على اللعب نجي عم نلعب ونشوف الشباب نشوف إنه حدا مثل إصابتك، فبترجع لك الأخيو الروح الحياة أخيو إنه تقدر ترجع تعيشها. ايه والحمد لله هلا نحن اول ما بلشنا بخمس لاعبين وهلا صرنا 10 صرنا 15 لصرنا 30 لاعب الحمد لله هلا. هي كرة القدم هاي للمصابين بس، يعني لها شروط خاصة، يعني ولمسة اليد هي بتكون بالعكاز، يعني لها شروط خاصة في المصابين. بنتمنى انه مثلا نحن يكون عندنا دعم كباقي الفرق، يعني كباقي الفرق المسلمين، يعني نحن يكون نحن رياضتنا على طول، يعني عرفت كيف؟ يعني نحن لازم يكون عندنا رياضه مباشر على طول مع الفرق البرة، نطلع لبرا على تركيا نلعب مع الفرق بتركيا، يكون عندنا بطولات نظاميه، يعني ما بس مجرد هيك لعبه طابه في الملعب وتسلي، نحن عم نتدرب لنطلع لبرا لنروح لنجي. يعني نتمنى الدعم من المنظمات، نتمنى الدعم من الاخوه البرا، نتمنى الدعم يعني من كل العالم، مين ما بيشوف المقطع الفيديو يدعمنا، يعني نحن بدنا نلعب برا، بدنا نطلع، بدنا نشوف، هذا املنا. يعني نحن كمصاب انا هلا ما بحكي بنفس عن حالي الا بهاي الهوايه،